Future design. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة سلوى سلامة من شركة فيوتشر ديزاين. النهاردة بإذن الله هتكون خامس محاضرات للجانب العملي التطبيقي لبرنامج السكتشب. السيشن اللي فاتت بدأنا في الموديفاينج تولز من اللارج تول سيت، واخدنا فيها الموف تول، واخدنا الروتيت تول، وريدي احنا كنا واخدين البوش بول تول. والنهاردة بإذن الله هنستكمل الموديفاينج تول، وهي بتتكون من فولو مي و offset و scale. طيب احنا السيشن اللي فاتت خدنا احنا ازاي الاوبجكت بتاعنا لازم الاول نكون عاملينه وخدناه ميك جروب، بحيث ان احنا لو كنا حركناه من غير ما كنا خلينا الاوبجكت بتاعته الفيسز بتاعته كلها اوبجكت واحد، كان الشكل بتاعي بيتغير ويبقى مختلف عن الشكل انا عاوزاه، وما بيحصلش ازاحة من الشكل نفسه. طيب انا دلوقتي انا الشكل معايا اهو اوريدي انا واخداه ميك جروب. تمام، نبدا من اول جديد، مساحه جديده. تمام، انا دلوقتي معايا اهو مكعب جديد، زي مثلا ده مبنى معايا، كان دي مبنى معايا. المبنى ده بعد ما انا خلصته لاحظت ان السكيل بتاعه مختلف، انا عايزه اخلي السكيل بتاعه مختلف. حيث مثلا يكون عميل جالي وبعد ما خلصت الفيلا بتاعتي كلها او اي منشأة سكنية انا شغالة عليها، اي حاجة انا شغالة عليها، اقدر عايزة حب يغير لي السكيل بتاعي، هل انا اعيد الرسم تاني علشان هو مجرد ان غير لي السكيل؟ لا، قلنا عندي مثلا البروجكت معايا انا رسمته. تمام، بعد كده قلنا بالسلكت تول خدناه تريبل كليك، كليك يمين، وخدنا ميك جروب، خليناه ايه اوبجكت واحد، ماشي. وبعد كده جينا باداه السكيل ودولت ايه سكيل، نلاحظ ان الاوبجكت بتاعي بقى فيه ايه، فيه سناب بوينت. طيب هل انا عايزه اغير السكيل بتاعه بحيث اكس واي وزي يتغيروا ان هما بنفس السكيل؟ زي مثلا طب انا عايزه اغير ازاي الاكس والواي والزي بسكيل واحد كلهم يتغيروا في نفس الوقت، حال لازم اتاكد ان انا بسناب من الجوانب مش من ايه من المنتصف. يبقى انا اتاكد ان انا بسناب من الجوانب. لما انا بسناب من الجوانب بعمل بغير في الاكس والواي والزي في نفس اللحظه. تمام، طيب ايه اللي هيحصل لو انا ايه عملت سناب من المنتصف؟ هلاحظ ان انا بعمل تغير، بعمل سكيل في تو اكسس بس، اكس وواي او ايه اكس وزد او اكس زد وي واي. تمام، يبقى لما انا باجي بسناب من الجوانب بغير في الثلاث في 3 اكسس مره واحده، لو بسناب من الاطراف بعمل سناب لي 2 اكسس بس. يبقى ناخد بالنا من الفرق. تمام، يبقى الاطراف الجوانب بعمل سناب لي 3 اكسس، اي اطراف من الاطراف الموجوده بعمل تغير في 2 اكسس بس. تمام، طيب انا دلوقتي احنا طبعا اوريدي احنا خدنا اداه الاوفست. ايه اداه الاوفست؟ قلنا مثلا لما احنا كنا عملنا مبنى غرفه رسمناها، عملنا ايه سمك الحائط، هل احنا كنا عدنا رسم تاني عشان نعمل سمك الحائط؟ لا، احنا خدنا نسخه من الاوفست، زي مثلا ادي الاوبجكت بتاعي. تمام، ادي الاوبجكت بتاعي، خدنا نسخ منه زي ما انا عاوزه. تمام، طبعا احنا عرفنا اداه البوش بول تقدر تعمل لي اكسترود لاي حاجه انا عايزاه. تمام كده، طيب انا دلوقتي هنيجي لاخر حاجه في الموديفاينج تول. ايه هي التول اللي احنا هناخدها النهارده دلوقتي؟ دي اداه اسمها فولو مي، هي اي بي موديلنج، بيبقى ليها شروط علشان تشتغل بيها. ايه هي الشروط دي؟ زي مثلا انا عايزه اعمل كوره، زي ما اي بداية الكورة دايرة، اتأكد ان السايز بتاعتي اترسمت صح، بحيث ان انا لو خليتها 24 وعملت لها فولو مي اللي انا هعمل لها موديلنج دلوقتي هيحصل ايه؟ طيب هنلاقي ان الايدجز بتاعتها باينة زي كرة الديسكو كده، بتلاقي ان فيها ايه حروف مسننة فيها. طيب انا دلوقتي رسمت دايرة، يبقى اول خطوة رسمت دايرة. تاني حاجة
من خطوات عمل الفولو مي لازم الشكلين يكونوا متعامدين على بعض، بحيث ان الشكل يكون واحد منهم مسار والتاني الشريحة اللي انا هعملها فولو مي. يعني انا مثلا دلوقتي رسمت اول فيس، طيب انا عايز اخلي الشكل متعامد عليها ازاي وانا مثلا اصلا كله ايه بارلل اكس اكس. طيب هل انا لازم اروح اقف جنب الاكسس علشان يتغير زي كده؟ دلوقتي انا ايه بارلل ايه الجرين اكس، لا مش لازم. ايه الشورت كات بتاعها؟ الاسهم بتاعتي اللي عندي في الكيبورد، لو سي مثلا انا دوست السهم الشمال هيديني بارلل جرين اكسس، طيب يمين بارلل ايه للجرين للريد اكسس، يبقى السهم اليمين بارلل للريد اكسس، السهم الشمال بارلل للجرين اكسس، وفوق بيبقى بارلل للبلو اكسس. طيب انا دلوقتي سي مثلا انا عايزه للريد اكسس، عملت ايه السهم اليمين وخدت الشكل. نلاحظ ان انا هخرج بره الشكل شويه، بحيث ان بعد كده اقدر اسحب الشكل بتاعي اللي هو اللي عملت له موديلنج ايه خارج خارج المسار بتاعه. يبقى احنا اول حاجه اول خطوه عملناها رسمنا الدايره، تمام، وبعد كده عملت عليها متعامد شريحه بحيث ان ده هيكون المسار معايا، والشريحه المتعامده عليها هي دي اللي هتكون هتعمل لها فولو مي، هي اللي هتلف حواليها. طيب يبقى احنا اول حاجه معانا اول قانون معانا اللي احنا لازم نخلي الشكلين متعامدين مع بعض. طيب تاني حاجه ايه هنفعل اول تاني حاجه المسار معايا، دبل كليك على المسار وبعد كده هفعل الايه فولو مي. طيب لو نلاحظ احنا فعلنا الفولو مي المسار اتقفل معانا، ايوه عايز مفيش مشاكل، تمام. بعد كده هدوس كليك على الايه الشريحه المتعامده، نلاحظ ان ايه الكوره معايا اتعملت. طيب احنا قلنا عشان نحركها لازم نعمل لها ايه ميك جروب او ميك كومبوننت. دلوقتي انا خليت الكوره ايه كلها، طب انا جيت احركها دلوقتي ايه اللي حصل؟ نلاحظ انا قدرت اعمل اخلي الكوره تسحب من المسار بتاعها. طب لو انا كنت عملت الشريحتين المتعامدين على قد بعض بالظبط، هنلاحظ ان في النص هنلاقي ايه في خط مسحوب فيها، مهما عملت هيفضل موجود في الكورة. طب حتى لو مسحته هنلاقي في فراغ اتعمل لي في الايه الاوبجكت نفسه. فنلاحظ ان احنا لازم نخلي الشكل معايا يا اكبر شويه يا اصغر من المسار، بحيث ان انا اقدر اعمل له اسحبه من الشكل نفسه. يبقى احنا كده النهارده اوريدي السيشن اللي فاتت خدنا الموف تول وعرفنا ان ليها وظيفتين، ليها الاري ونقدر نعمله موف بس بشرط ان يكون الاوبجكت بتاعي خدته ماي جروب ماشي، او روتيت ان اقدر اتعملت اري طولي وعرضي بالموف تول وقدرت اعمل اري دائري بالروتيت، وخدنا البوش بول انها تقدر تحول لي الاوبجكت من 2 دي ل 3 دي، وخدنا النهارده اداه الفولو مي اللي هي الموديلنج، اداه الموديلنج الاساسيه في البرنامج السكتش اب. اي موديلنج عندي بيبدا من الفولو مي، وخدنا اداه السكيل ان هي بتقدر تخليني بعد ما اخلص البروجكت وعايزه اغير في السكيل بتاعي حسب ما العميل اللي قصادي عاوز اقدر عادي اغير السكيل بتاعي. قلنا لو احنا بنسناب من الجوانب بقدر اغير فيه ال 3 اكسس مره واحده اكس واي وزي، ولو عملت سناب من المنتصفات هعمل سناب سكيل ل 2 اكسس بس من ال 3 اكسس اللي عندي. وعرفنا ان اداه الاوفسيت تقدر تاخد لي نسخه من المسار البروجكت اللي معايا او الاوبجكت اللي معايا تعمل لي نسخه منه تاني يا خارجي يا داخلي، انت اللي بتحدد الاتجاه اللي انت عاوزه. وبكده احنا كده خلصنا الموديفاينج تول.